هنا بنقول للعالم كله مهم قوي ان احنا نكون كمان حريصين على السلام. للعام الثاني على التوالي بدأ الترويج خارجيا لمنتدى شباب العالم المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ففي تفاعل كبير ولافت من شباب العالم للحضور والمشاركة في منتدى شباب العالم والمزمع انعقاده في الفترة من 2 إلى 6 من نوفمبر المقبل من العام الجاري في مدينة شرم الشيخ، استقبلت إدارة منتدى شباب العالم ما يزيد عن 35,000 شاب من 156 دولة حول العالم، وذلك بعد مرور 10 أيام فقط منذ انطلاق موقع التسجيل الرسمي للمشاركة السبت الماضي وحتى الآن. وخلال مؤتمر إيروسيا المقام حاليا في مدينة أورنبرغ بروسيا، روج شباب حملة التسويق الدولية للمنتدى وتحدثوا عن موضوعاته مع حضور المؤتمر، كما وجه الشباب الدعوة للحضور للتسجيل في المنتدى وزيارة مصر أرض السلام والحضارة، مؤكدين على أن مصر هي أرض السلام والأمان والحضارة، وحرصوا على التقاط عدة صور للمشاركين في المؤتمر المقام بروسيا مع شعارات المنتدى التي تحمل عبارات مصر آمنة. وكانت المفاجأة في نسبة حضور الشباب من خارج المنطقة العربية وقارة إفريقيا، حيث بلغت نسبة الشباب الغربي حوالي 70%، فيما بلغت نسبة شباب العالم العربي والإفريقي 30%، وتعتبر تلك النسبة الغالبة وربما غير المتوقع هي انعكاس لحجم الاهتمام والترقب الكبير من الشباب العالمي لحضور المنتدى. وأعلنت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم عن إتاحة الفرصة للتحدث والمشاركة في المحادثات والجلسات وحلقات النقاش وورش العمل المختلفة التي سيحفل بها المنتدى المقبل، ليصبح بذلك إمكانية المشاركة والحضور والحديث أمرا واقعا ومتاحا بشكل كامل عبر الإنترنت من خلال نظام التسجيل الإلكتروني المعلن عنه عبر الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، إلى جانب خاصية لايف تشات المتاحة للتواصل المباشر بين إدارة المنتدى وراغب الحضور والتسجيل للإجابة على تساؤلاتهم، وكذلك لحل أي مشكلات تقنية قد تواجههم أثناء التسجيل. ومن المرجح أن يشهد منتدى شباب العالم في نسخته الجديدة وجود فعاليات وجلسات وحلقات نقاشية بأسلوب جديد وعرض مختلف، حيث تتنوع الجلسات بين حلقة نقاشية وما مائدة مستديرة وورش عمل، بالإضافة إلى العروض البصرية المتمثلة في الأفلام التسجيلية والقصيرة ومختلف وسائل وعروض التقديم. ويطرح موقع المنتدى الأجندة المبدئية لموضوعات الجلسات التي ستتم مناقشتها في المنتدى المقبل والتي تدور حول 3 محاور رئيسية. ففي محور السلام سوف تتم مناقشة موضوعات مثل بناء الدول والمجتمعات في مرحلة ما بعد الحروب والنزاعات ودور قادة العالم في تحقيق السلام وواجب المجتمع الدولي نحو تقديم المساعدات الإنسانية وسبل مواجهة الإرهاب والتطرف الفكري والشراكة الأورومتوسطية. وفي محور التنمية سيتم طرح موضوعات تتعلق بأمن الطاقة، الأمن المائي وتمكين ذوي الاحتياجات وقوة العمل التطوعي في بناء المجتمعات وأجندة إفريقيا 2063. وفي المحور الثالث وهو محور الإبداع سيتم استعراض موضوعات هامة تتضمن مواقع التواصل الاجتماعي وحماية الخصوصية، المواطنة الرقمية ودور الفن والسينما في تشكيل المجتمعات وسبل بناء قادة المستقبل وسبل تقليص فجوة العمل بين الجنسين. والجديد أيضا هذا العام هو وجود نموذج محاكاة القمة الإفريقية العربية، وهي عبارة عن قمة إقليمية تعقد على هامش فعاليات المنتدى والتي تأتي تنفيذا لتوصيات نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي المنعقد في مايو من عام 2018 في إطار تفعيل توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر 2017. الجدير بالذكر أنه خلال شهر نوفمبر من كل عام تتزين أرض مدينة السلام شرم الشيخ باستقبال الآلاف من الشباب المتحمس والواعد القادم من مختلف بقاع الدنيا في محفل دولي ثري وشاب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم والخروج بتوصيات ومبادرات في حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة. وكانت البداية في 25 من أبريل من العام الماضي عندما عرض
مجموعة من الشباب المصري خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعلن في 24 من يوليو من العام الماضي أثناء فعالية المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية عن انطلاق منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من عام 2017، موجها دعوته لجميع الشباب من مختلف دول العالم ليعبروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع. وانطلقت النسخة الأولى من منتدى شباب العالم في الفترة من 4 إلى 10 من نوفمبر من العام الماضي في مدينة شرم الشيخ، وتشارك في المنتدى مجموعة كبيرة من الشباب من مختلف الجنسيات والمجالات، حيث اجتمع أكثر من 3000 شاب من 113 دولة، شاركهم فيها 222 متحدثا من 64 دولة من أصحاب الخبرات في مختلف المجالات، وذلك من خلال 46 جلسة وأكثر من 70 ساعة عمل، وفي حضور عدد كبير من مختلف الزعماء وقادة الرأي والفكر حول العالم. وتمت مناقشة قضايا دولية حول موضوعات الهجرة واللاجئين، الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقرار وتنمية أفريقيا، العولمة والهوية الثقافية والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على السكان، إلى غير ذلك من موضوعات هامة على الساحة الدولية.